ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ النشاط بتاعي يعني مضروب حرفيا، مش عارف اتكلم ولا عارف اتحمس ولا عارف اتهبب، مش عارف مالي. فالفيديو ده يعني هيبقى فيديو مطرشم جامد بفتقة ان شاء الله، يعني ده ان ربنا كان عايز كده. فجيت لكم النهارده بفكره جامده جدا، وفيديو النهارده قررت ان انا هتفرج على تيك توك، عشان ليه لا؟ حتى المقدمه الفجره بفتكه بتاعتي مش عارف اقولها، يعني مش فاهم ايه اللي بيحصل لي والله. المهم يعني ما تنسوش ان انت تطلع على النبي وتشتركوا في القناه عشان ما تبقاش حاجه، ونوصل 600,000 مشترك وبس. ما طولش عليكم الفيديو، يلا بينا نبدا. لبابيك يا لبابيك يا ايه يا انا متفاهم ان انتوا فقراء وكده يعني، بس ايه ده حضرتك؟ طب ما تسالني طبعا ايه الحاجه يا ابني، انت خانق وربنا. بقول لك ايه، ثواني كده ثواني. يعني الفيديو كرييتيف اكيد بقى، مش هيطردهم يعني. وليد انت يا عم وليد يا ابني. على فكره بس مش لازم تقطعوا الهدوم عشان تبقوا شحاتين، انا شحات من غير ما اقطع هدومي. ربنا يكرمك يا عم ايهاب، وجيب الموبايل اللي انت نفسك فيه. يا عالم ده تقولي له يا عالم. طب بالله عليكم ارحموني من الكرنج. عود فيروز، طب ما على طول بتدعي لي يعني. على ما يا باشا انت راجل طيب، ربنا يبارك لك في التليفون بتاعك الجديد. ربنا يبارك لك انت. كنت عامل نادر، لو جبت تليفون جديد ده هيبقى من حلالك يا وليد. انا كده خلاص اتاكدت ان شحات. انا مش مصدق ان مروان جليتش صاحبي وصديق عمري يعمل كده. هو عامل ايه طيب؟ انا لازم افهم عشان اعرف ابقى معاك يعني في القضيه. انت لو فهمتني انا هبقى معاك وابقى شريك قضيه، ما تخافش. حاش هتزور. يرن عليا الساعه 5 الفجر يقول لي انت هتتكرم في مسابقه ذا بيست. ايوه انت زعلان ليه برضه؟ الراجل بيسعدك وبيفرحك وحبيبك كلهم جايين. الساعه 5 مروان، 5 الفجر يا مروان. امال ما عادي لو رن عليك الساعة 7 الصبح عادي، المفروض ما تتضايقش يعني. ما عندك اللي قاعد قدامك ده مش بينام حرفيا، هو حرفيا مش بينام، فعادي يعني الدنيا جميلة. هوبي بينا فولتر الحيوانات الذكي. والأم جاسر بقالكوا كتير قوي ما منشنتونيش عليها والله، أنا مستغرب أساسا. يعني أنا في العادة بيجيلي كمية منشنز رهيبة ليها، بس دي أول مرة يعني. شيب 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 لايون 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 نو شيب شيب. هو ايه ده يا ام جاسر؟ ايه ده يا ام جاسر؟ المشكله بص الفخر والانشكاح عشان جابت كلمه شيب. يس yes. ماشي. بي 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 بي. هو التليفون حالف ان هو ما يدخلش صوت، يعني انا مستغرب اساسا انت بتقول ايه. صح دي المشكله، هي بي فعلا، فانا مش عارف ايه الغلط اللي قاعد بيحصل بصراحه. نحلة بالعربي يا ابن العبيطة. بي بي يس لايون لايون لايون. كنت مكتئب واستاذ نان دلوقتي طلعتني من الجو، والله العظيم جامدة يا ام جاسر. الفيديوهات دي كترة منها يا ام جاسر. يس داك 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 داك. بقولك انا لو كملت الفيديو ده هيجيلي مشكلة، هيجيلي سخطة. بطة يعني كاك، البطة يعني كاك. دوك 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 دك دوك دوك دك دك. انت صرت عليا والله، انا بكمل الفيديو جبر خواطر بصراحة. هو الفيديو خلاص طلعني من حالة الاكتئاب اللي انا كنت فيها في اول الفيديو عشان ما بجيبش مشاهدات الفترة دي ويعني كده. فلو حابين انا فعلت لكم ميزة الانتساب، هتلاقوها تحت في الوصف. تقدروا ان انتوا تنتسبوا القناة، هتلاقوا الفيديوهات بتنزل لكم قبل ما هي تنزل اصلا. وبرده في بثوث خاصة للمنتسبين هتبدا تتعمل بعد الاسبوع ده يعني، فتأكد ان انت تنتسب عشان تشوف كل الحاجات الجامدة اللي هعملها للمنتسبين. بقول لك ايه يا غزل يا حبيبتي، هننزل انا بقى اروح الشغل، عايز اي حاجه؟ لا يا جيمي خلي بالك من نفسك. ماشي لو في حاجه بيرن عليا. ماشي سلام. هي طلعت عاميه في الاخر. انا في حاجتين بس مستغرب منهم، اولا ايه كميه النرجسيه اللي بتخليك تقفل التعليقات، او يمكن كميه التنمر مش عارف يعني. ثانيا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا غزل يا حبيبتي رايحه فين؟ كنت داخله اشوفك يا صافي. طيب انا نازله رايحه الشغل، وجيمي نزل ولا لسه جوه؟ جيمي لسه نازل رايح الشغل دلوقتي. طب يا حبيبتي تعالى ادخلك اوضتك. ايه
لو عايز تحك. طب مش كفايه اغاني تجيب مغص وحزن؟ انا مش فاهم انتوا عايزين ايه في حياتكم والله. بسمع الاغاني بتاعتكم بيجي لي مغص وببقى عايز اعيط. ده انا بتوب بالفيديو فل 40 مره. كلمين حاضر. ما اكلم حلاوه بقى. الو، ايه يا حلاوه؟ ايه يا صافي، انت فين؟ انا قدام الباب يا بنتي. طب استنى افتح لك. طب هو مين بيخون مين؟ انا مخي ضرب والله. مش مفروض هي اللي بتخون؟ طيب عشان احط لها الصوت ولا طلعت ايه وفي ايه؟ الحمد لله نامت. الحمد لله، وحشتني بقى روح قلبي. وانت كمان يا حبيبي وحشتني قوي. الحمد لله، ما بصدق ان انا اشوفك اقعد معاكي. هو انت عبيطه عبط يعني؟ يعني مش طبيعي حرفيا. لا مختاره شكل ولا مختاره شكل ولا مختاره حاجه. انت بتخوني انت بتعملي ايه؟ قمر الزمان هو انا ما عنديش اي مشكله ان انت حاطه نقاب يقرف الكلب وعليه رجاله قطه، بس يعني ايه ده؟ يعني ايه ده؟ ايه الفكره اللي مش كرييتيف ولا 1% دي؟ هو ايه الافكار دي؟ خبريه يا استاذه، انت دخلتي وخلحتي ولبستي وعامله زي الحراميه ولبستي نقاب، خبريه في ايه؟ ابوس ايدك، خبيني بالله عليكي. قولي لي انت عامله ايه وانا اخبيكي؟ ولا انت حراميه وجايه تسرقيني؟ عرفيني. هفهمك كل حاجه. يا نهار اسود، ده ليه؟ مالها دي؟ ما تقولي مين اللي جه؟ انا مش فاهم ولا 1% من الفكرة والله. انا يعني في الفيديو ده بعمله وانا مكره ان انا اعمله والله. يعني قاعد بعمل الفيديو وانا نفسي اقفل الفيديو، فاهمين ازاي؟ هو يا ام جاسر اللي طلعتني 1% من حالة الاكتئاب بتاعتي، فتأكدوا ان انتوا بقى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتعملوا تعليق جميل كده. المهم بقى يا شباب، تعالوا احكي لكم عن شخص فاشل مش عارف يذاكر حاجة بقاله 10 ايام. يبدأ اسمه بحرف الايدر. بس يلا نكمل. خبريه يا استاذ، في حاجه ولا ايه؟ في واحده كانت لابسه تيشرت ليموني وبنطلون زيتي دخلت هنا. لا مفيش حد دخل، انا لسه ما استفتحتش. لو عايز حاجه حضرتك مفيش مشكله. محدش دخل ازاي؟ يمكن دخل. طب انت يعني كل المحلات دي اخترت المحل ده ودخلت فيه على طول في دماغك؟ زيزو بيضرب في دماغه، ما مش فاهم انت عايز ايه. هنا اهو، انت ما خدتش بالك. لا مفيش بالك. حد دخل، انا واخده بالي. انت واخده بالك؟ اه. ودي مين دي؟ بنتي كانت بتقيس. سبحان الله، بقت بنتها مفيش مشكلة. يلا يا سيدي نعديها، بس عارف المكان من أول مرة. يعني الراجل ده سوبر كرييت، مش عارف أقول إيه. كده يا شباب نكون وصلنا الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، وادعوا لي تحت في التعليقات عشان أنا يعني محتاج دعائكم. بس أشوفكم على خير، سلام.